أهلا بكم من جديد عبر الصباحات السودانية، والتحية لكل الذين انضموا لمتابعة البث الحي عبر إذاعة سودانية 24 على الموجة 93.6 FM. مرحبا بكم من جديد في ملفنا الأخير، الرسم بين المهنة والهواية. ناس كتار جدا بيقول لك والله لابد أنك تربط ما بين الاثنين إذا كان لك موهبة معينة، عشان ما تكون جزء من حياتك جزء من تفاصيلك، خاصة لو كان لك مهنة أو دراسة مختلفة جدا. مصعب محمد صالح هو بيدرس هندسة كهربائية ولديه مجموعة من المواهب الكثيرة جدا، ولكن متميز جدا في الرسم. مرحبا بك مصعب وصباح النور. صباح الخير إن شاء الله، وكيف الناس كلهم إن شاء الله تمامين صباحات سودانية. مرحبا بك مصعب. نتكلم شوية عن الموهبة الرسم، حاجات كثيرة جدا. ترجع لتاريخ أي زول موهوب في الرسم، في الرسم خاصة لورا شوية، في سؤال تقليدي دائما، من دعمك، من وقف معك، بكون معروف طبعا الأسرة بشكل أكبر، لكن دار أعرف ليه مصعب بدأ يرسم في بداياته، ليه هو اختار الرسم؟ هل هي الموهبة، شغف معين، حب للحاجة ذات نفسها؟ والله يا أخي ما ممكن تقول عليها حب، لأنه كنت برسم فيها وكاد الفراغ بس، لكن هي موهبة. يعني أنا قمت من صغير لقيت نفسي أنا كويس في الرسم، حتى وانا صغير كده في المدارس وكده كنت برسم الاشكال وبتاع، فبتزبط معاي. فانا سلبت شويه شويه، قال لي يا اخي انت المفروض تنمي الحاجه دي، رغم انه فتشت انه انا مية وكده، مشيت غصر الشباب ما لقيت يعني الحاجه دي انه ادرسها او كده. وكان في نفس الوقت ما كنت عايز اختارها كمجال يعني ادخل كليه الفنون او كده، كان كنت ناوي ادخل طب، بس ربنا ما وفق ودخلت هندسه. يا سلام. الهندسه الكهربائيه دراسه برضه شويه بعيده من مجال الرسم انت تشتغل فيه يعني كموهبه، وفي مجموعه من الرسومات حنشوفها بعد شويه على الشاشه، لكن نمشي معك برضه شويه. يعني لما بتبدا ترسم دائما شنو الخطه او شنو الفكره او شنو الموضوع؟ هل بيكون دائما حابب مصعب انه يعبر عنه؟ يعني والله يا اخي على حسب، مثلا غالبا مرسم رسمات كده حزينه شويه، على حسب، لانه انا برسم في غالب اوقات الفراغ، بس انه اكون ممل ووضع ما في موضوع او كده، فبقوم برسم، فالمزاج بيجي انه انا ارسم رسمات حزينه لانه الوضع ممل. حزن يعني؟ حزن. طيب خلينا كده، ما اقدر اقول لك نشوف حزن، لكن نشوف جزء من ابداعك. اوكي، خلينا نشوف الصور دي يا شباب على الشاشه نعلق عليها. وانت من الصباح الليله مثلا في مجموعه من الصور جبتها لنا معك. ايوه. مثلا دي واحده منها. ايوه. تفاصيل مثلا للوجه، تفاصيل العيون، تلقى انه دائما الرسام بيركز على حته معينه عشان ما يقدر من خلالها يوصل الصوره اللي هو حابها. فعلا اكثر حته بركز على انه العيون. العيون لانه هي اللي بتبين ملامح الشخصيه. فانا لو اكثر لما نجي ابدا في العيون اول شيء، بحاول بقدر الامكان اديها زمن اكثر عشان التفاصيل بتاعتها تظهر. صحيح. لو غيرت ملامح العيون حتغير الشخصيه مره. صحيح. طيب هنا الرسم ما بالرصاص، هنا بالقهوة. أيوة. صحيح. ويمكن الرسم الفترة الأخيرة بقى كثير جدا، لكن التعامل معه صعب شوية. والله هو صعب، لكن يعني بتشيل زمن. حتى في بدايتها أنت بتشوف إنه كأنه ماشي، إنه ما تزبط، لكن تطول بالك عليها شوية شوية شوية، تعمل لها سكتش وتتقل القهوة من فترة لفترة، فبتزبط إن شاء الله. طيب نشوف النموذج الثاني برضو، يعني صورة حزينة. ما أعرف قصتك مع الحزن شنو، يعني برضو التفاصيل دي بالرصاص رسم. أيوة كلها بالرصاص، شغل بتاع مساحة بوب مارلي. يب. طبعا صور لمشاهير بتكون دائما معروفة، ولكن كثير من الناس ممكن ينتقدوك ويقول لك والله لا هنا الحتة دي ما كانت كده، وهو متابع مثلا يقول لك والله بوب مارلي دقنه ما كده مثلا، يعلق لك عليه شوية إنك زدت أو نقصت، لكن في النهاية الصورة بتكون معروفة. يعني الصورة بتكون ظاهرة. أيوة الملامح أهم شيء، أنا بتهمني الملامح. انا في صور ممكن اكون اضيف علامه من عندي مثلا. دي صوره الوالده، ربنا يديها العافيه ان شاء الله. يديها العافيه ان شاء الله. هي صوره حقيقيه انت قمت؟ ايوه صوره حقيقيه ومن التلفون، وقاعد قدام الورقه بنزلها طوالي في الورقه بيست كوبي. طيب مثلا زي الصور دي تجمع ما بين ملامح وما بين مناطق جغرافيه يعني. ايوه دي انا مقتبسه من صوره. ما عارف القصه بتاعتها شنو، لكن على حسب ما انا فسرتها في راسي يا اخي. يعني نظره للتطور مثلا او للامام، يعني نظره للتطور والجمال. يعني الفتاه بتكون جميله طبعا، والمدن بتكون اجمل، ممكن يعني الدمج بين الحاجتين دل. طيب خلونا شويه من الصور نجي نعلق على ثاني، لكن مش معك ليه
لحاجة مهمة جدا عند الرسام. يقول لك إنه صعب عليه إنه دائما تقول له فسر لي صورة معينة أو ما شابه. لكن في ناس يقول لك الصورة تعبر، أي زول بيشوفها بمنظاره الخاص. أنت كرسام كيف بتتعامل مع الصور بتاع مع الرسومات والصور أنت دائما بتتعامل معها يعني؟ والله يا أخي بتعامل معها على إنه هي أول شيء بعتبر حاجة بسيطة، ما بكثر من الديتيلز بتاعتها وما بركز في التفاصيل بتاعتها، فعادي بركز في أكتر شيء ملعب حلوش. بعد ذاك بجي بنزلها على الورقة يعني، ما بعد كده بتبقى الديتيلز لما نكتر منها بعد ما نعمل سكتش في الأول وبتمشي معاي كويسة. بعد كده أنا حواصل إنه أتمها، ما بركز في موضوع الصورة، ما بركز في موضوع الشخصية. طيب على ذكر الشخصيات، يعني احيانا بيجيبوا لك صوره ويقول لك والله يا اخي صورتي، ايوه انا عاوزك ترسمني او عاوزك انك تقدم لي الرسمه دي، عاوز اوديها هديه لزول او تجسيد لحاجه معينه جدا. أيوة. برضو التعامل بالفكره بتاعت الاوردر والطلبيات والحاجات دي كيف بتتعامل معاه انت كمصعب يعني؟ والله يا اخي اهم شيء بتعامل معاه لانه هو شغل قبل الهوايه يعني، اي ممكن احتراف. ايوه احتراف يعني، ما بركز في انه انا ابدع فيها شديد كده، عشان بجد هي بتاخذ زمن. لو قلت اقعد فيها ممكن تاخذ يومين ثلاثه، في فنانين بياخذوا اسابيع عديل كده. فالموضوع ده ما بحبز انه انا اتعامل معاه كهوايه في وقت الشغل، بعتبره كشغل زي شغل بديه زمنه وبحاول اسرع فوقه واخفف فوقه يدي. طيب برضو الالوان عند الرسام لها دلالات معينه، يمكن نحن شفنا قبل شويه رسم بالقهوه ورسم بالرصاص الالوان العاديه المعروفه. أيوة. لكن كله رسام دلالات الالوان عنده بالتاكيد بتعبر عن حاجات كثيره جدا. عندك 6 لوحات برضو ملونه هنشوفها بعد شويه، اوكي يا ريت لو شفناها عشان نعلق عليها. لكن كيف تستخدم انت كرسام اللون الصحيح في المنطقه الصحيحه؟ والله يا اخي الحاجه دي بتعتمد على حسب الصوره اللي انت عايز ترسمها. فمثلا يعني لو عندك انت مثلا دي هنا مركب بالوان الاكريليك، فقدام بتكون دائما الديتيلز فوق وش المركب لانه في الواجهه تكون اقرب. الفنان ممكن يركز على الواجهه اكثر بدل ما يركز على الباك جراوند كثير يعني. هسه لو لاحظتها ما في ديتيلز ورا فوق البحر كثير، فحاولت انه انا اختصره كثير وركزت على الديتيلز بتاعت وش المركب، الحبل والجدافه كده. ودي رسمه بالحبر، هيكل عظمي. ايوه هيكل عظمي بستايل الشخبته او التسطير بالقلم يعني الحبر، القلم الجاف يمثل ربما الموت وجنبه وردة ربما تمثل الحياة يعني. أيوة فعلا، فهي بتعبر عن حياة كثيرة. أي زول بيخد الفرق شنو بالرسم بالحبر العادي القلم العادي وما بين قلم الرصاص يعني قبل ما نعلق على الصورة دي؟ والله يا أخي فرق كثير. ممكن أقول لك البورتريه هو من أصعب أنواع الرسم يعني، تلقى نادر ناس يشتغلوا بورتريه، وفي ناس تخصصوا بالرصاص وفي ناس تخصصوا بالحبر. بس طبعا اصعب بالحبر اقول لك، لانه في شغل بتاع تظليل وتوزيع بتاع درجات ممكن يجي فوق الرصاص بس صعب يجي فوق الحبر، فده الفرق هنا. طيب نشوف الصوره دي، ده هي بالوان الاكريليك اللي هو كلر افريقي او مثلا تراديشن افريقي، كان اشتركت بها في معرض دنيا دبنكا. فالمعرض هو اصلا النموذج بتاعه انه يكون افريقي، فدي برضه رسمه منه الرسومات اللي اشتركتها في المعرض. شغل سريالي كده، ما ركزت في التفاصيل بتاعت الشخصية لكن ركزت في الألوان والخلفية. أيوة صحيح. طيب دايما بنلقى أنه مثلا الطبيعة مثلا زي الصورة اللي قدامنا دي، أيوة، بتكون ملهمة للرسام بشكل كبير جدا، بتديك مساحة كبيرة في اللوحة أنك والله تتنوع في أكثر من منطقة وأكثر من لون. فعلا فعلا والله يعني هسي لو لاحظت هنا دخلت ألوان كثيرة، دخلت الوان كثيره، وحاولت بقدر الامكان ادمج الالوان مع بعض. يعني مثلا عين البحر تحت شوف داخل كم لون، اخضر احمر اصفر ازرق، فده كله عشان يديك الريالي بتاع والبعد. صحيح. ايوه يديك البعد والريالي بتاع المنظر والاحساس الطبيعي للمنظر، الاحساس الطبيعي. حتى هنا لو لاحظت الشجر ما قربت عليه ريشه، بقيت ارش من بعيد بالريشه يعني، بدخل الريشه كده فوق اللون وبرش من بعيد على اساس انه يدي صفق او حاجه بالشكل ده. وزنه معينه طبعا. ايوه وزنه معين صحيح. بس انا هنا برضه تراديشن الافريقي. ايوه هنا تراديشن افريقي كترت فوق الالوان، بس على اساس العيون العيون شويه خضراء. ايوه العيون انا بالغت في ده على اساس دي نوع من انواع الجمال كده يعني، حاولت ابالغ شويه فوق الحته دي على اساس اظهر جمالها وكده.
بس احيانا مثلا لما تغير في حاجه معينه لتفاصيل منطقه معينه هل بتحسوا انه هو ده يبدع من 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 ناحيتك مثلا ولا والله انا حابب انه الحاجه تطلع بالشكل ده تكون ملفت اكثر يعني؟ والله يا اخي هو ابداع الحاجه دي انا برضه عندي بحاول اغير فوقها عشان ادخل فوقها بصمتي انا. فممكن انا يعني في حاجه سيما بقول على ضربه ريشه انت لازم تخلي حاجه كده تكون بتاعتك انت تثبت بها وجودك. اي في ناس يقول لك يعني مثلا لما يجيبوا لك اوردر يقول لك يا اخي ليش نو هنا اشوف الخاتم ده هنا لا ما شكله ده بتاع. فانا ما عارف لكن لازم برضو بحاول انه ابدع فوقها شويه كده ما نفس الشيء لازم بيست كوبي لانه ما حتكون ظريفه شيء صح. طيب زي الصوره انت قبل من الصباح لك اكثر من ساعه ونص معنا في القناه أيوه. بديت ترسم للوحه هي الان موجوده معنا أيوه. يعني اقدر اسالك سؤال مثلا لو أيوه. تبدا ترسم من الصباح او من المساء وقت معين انت قبل قلت وقت الفراغ أيوه. لكن انت ليه من الصباح بديت ترسم يمكن من امبارح بديت تخط التفاصيل الاساسيه للوحه بتاعتك او للرسمه بتاعتك أيوه. هي موجوده عندنا تم انتاجها صباح اليوم ايوه انتاجها صباح دار اتعرف برضو على التفاصيل خاصه لوحات زي دي احيانا فيها مجموعه من التجاعيد مجموعه من الاشياء مثلا دي الصوره الاساسيه ايوه انت لقيتها من خلال انستغرام ايوه ودي الصوره الحقيقيه الموجوده عندنا هنا او رسمتها منها بالضبط كده. والله يا اخي الصوره دي انا اخترتها على اساس انه فيها ديتيلز كثيره ممكن الفنانين يعني الكبار بحاولوا يفتشوا انه حاجات فيها حبه صعوبه والصعوبه فوق الصوره دي انه فوقها ديتيلز وفوقها مسامات وتجاعيد كثيره ففكرت اعمل لي حاجه شغل صعب زي ده عشان اسهر بيه رغم انه بياخد من الزمن كثير يعني ممكن ياخد معاك يومين ثلاثه اسبوع ودي حاجه انا ما قاعد احبذها لانه مع الجامعه وكده فاكون معصور نهائي ما بشتغل شغل صعب لكن في اوقات الفراغ ممكن. انا اتمنى لك التوفيق يديك العافيه وان شاء الله نشوف لك معرض قريب لو في الفكره دي موجوده عندك انك تعمل معرض. والله يا اخي الفكره موجوده ان شاء الله كنت الفتره اللي فاتت كان عندي معرض في مول الواحه كنت شغال عليه اوردرات بتاعه رسم والفتره الجايه دي ان شاء الله يا الواحه يا عفره فنشوف ربنا يعني ان شاء الله ربنا يسهل عليك يديك ونشوف دائما اعمالك الجميله تنتشر في كل مكان ان شاء الله. شكرا لك كثير مصعب محمد صالح رسام هو المهندس الكهربائي نورتنا كثير وان شاء الله يا رب دائما موفق في اعمالك المختلفه ونتمنى لك يوم سعيد اللهم.